بعد أن كان المحجوب يفتح أبواب محله المغمور في أحد أزقة مدينة بوجدور، ها هو الآن يستفيد من محل قار به يجمعه ب24 صانعا تقليديا بمجمع الصناعة التقليدية الذي افتتح حديثا على مساحة 2000 متر مربع بتكلفة فقط 6 ملايين درهم. سيمكن الصناعة التقليديين من تسويق منتوجاتهم في أحسن الظروف. يعتبر هذا المجمع من بين مشاريع المخططة لمخطط التنمية الجهوية الذي يوفر للصناع والتعاونيات والجمعيات محلات مهنية ملائمة لممارسة أنشطتهم في أحسن الظروف. الظروف اللي كنا كنشتغلوا فيها هي ظروف جد صعبة، كنا متفرقين على جميع أحياء المدينة، ما كان عندنا حتى شيء إشعاع. بهذه المنشأة وبهذا المجمع اللي تدشن اليوم تيه واللي شهدتوا تدشينه، الحقيقة أعطانا واحد الإشعاع إعلامي واقتصادي، أعطانا لم شتات شمل الحرف. جنبات مجمع الصناعة التقليدية غصت بالعارضين من أبناء المنطقة الذين اختزلوا للزوار بمناسبة الدورة الخامسة لمهرجان أكبار ما تمتاز به الثقافة الحسانية من خصائص ضاربة في القدم. نعدرو كيف الرشوش، نعدرو كيف البخور، نعدرو كيف النقشات، نعدرو كيف الملاحف، كيف الخرز، كيف الظفرات، كيف المساي، لا التقاليد كاملين، ونعرضوهم هنا في المعرض للناس اللي جايه الزائر. الزائر لمدينة بوجدور لن يجد بعد الآن إشكالا في البحث عن منتجات الصناع التقليديين بين أزقة المدينة، ما عليه سوى أن يتجه إلى هذا المجمع كي يكتشف مختلف إبداعاتهم. مجمع الصناعة التقليدية لبوجدور يقع وسط المدينة، سيمكن حتما من ترويج الصورة الثقافية لهذه المدينة.